يعني اجمالي زياده في سعر جرام الفضه في مصر حوالي 40% في خلال من 6 ل 9 شهور من دلوقتي، عشان يوصل سعر جرام الفضه عيار 999 في مصر من 32 جنيه للجرام لاكثر من 43 جنيه للجرام. الفيديو ده مهم جدا للناس المهتمه بالفضه والاستثمار فيها على المدى البعيد، وان شاء الله هيكون فيه معلومات مفيده جدا ليك. مساء الفل، انا محمد طلعت وده مستر ماني. اخر مره اتكلمنا فيها عن الفضه كان من 5 شهور تقريبا، وتحديدا يوم 23 مارس اللي فات. وقتها سعر اوقيه الفضه العالمي كان بحوالي 19 دولار و80 سنت، وسعر جرام الفضه عيار 999 في مصر كان بحوالي 31 جنيه للجرام في نفس الوقت، والكلام ده طبعا من غير مصنعيه. وقتها قلت ان سعر دولار الفضه كان محسوب على 40 جنيه عند التجار في مصر. طيب قول لنا ايه اللي حصل في السعر العالمي بعدها، وسعر جرام الفضه في مصر كان بكام بعدها بكام شهر؟ بص يا سيدي، لما عملت التحديث اللي فات بتاع الفضه توقعت وقتها ان السعر العالمي للاوقيه هيوصل 24 دولار، ولو قدر ان هو سعرها هيكمل لمنطقه ال 28 دولار، يعني كنا بنتكلم في زياده حوالي 38% في سعر جرام الفضه المحلي قصاد الجنيه. وفعلا السعر طلع لمنطقه ال 24 دولار للاوقيه، وقدر ان هو يكسرها ووصل لمنطقه ال 26 دولار للاوقيه، ولكن ما قدرش ان هو يكمل مؤقتا بسبب سياسات الفدرالي ربنا ياخده، واللي عمال يرفع معدل الفايده للسنه الثانيه على التوالي في الولايات المتحده الامريكيه. وبعد التحديث بتاعنا وتحديدا في اخر شهر مايو اللي فات، سعر جرام الفضه عيار 999 في مصر وصل لحوالي 37 جنيه، والسعر ده طبعا بيكون من غير مصنعيه. وركز في كلمه من غير المصنعيه دي، عشان موضوع المصنعيه ده موضوع كبير ومهم، وباذن الله هنتكلم عنه في فيديو قريب. طيب ده معناه ان سعر الفضه زاد فعليا من وقت التحديث بتاعنا حوالي 20% في خلال شهرين بس، والحمد لله كان في توفيق كبير جدا من ربنا في التوقعات بتاعتي، والتوقعات طلعت قريبه جدا من الحقيقه. طيب حاليا ايه اللي بيحصل لسعر الفضه، وايه المتوقع الفتره اللي جايه، وهل شايف الفضه استثمار كويس ولا لا؟ ولو انا معايا فضه هل يفضل ان انا ابيعها دلوقتي ولا استنى عليها شويه كمان؟ بص يا سيدي، سعر اوقيه الفضه العالمي حاليا نزل من 26 دولار للاوقيه لحوالي 23 دولار للاوقيه بس. اما سعر دولار الفضه عند التجار في مصر زاد من 40 جنيه لحوالي 43 جنيه و80 قرش، وسعر جرام الفضه عيار 999 نزل لحوالي 32 جنيه للجرام من غير مصنعيه. وهنتكلم دايما عن الجرامات من غير مصنعيه عشان نقدر ان احنا نسهل الحسابات. واللي خلى السعر ينزل حاليا هو حاجتين: اولا نزول السعر العالمي للفضه بسبب سياسات التشديد الاقتصادي المستمره في امريكا، والمتوقع ان هي تنتهي في خلال 3 او 4 شهور بالكتير ان شاء الله. وتاني حاجه هو قرار مجلس الوزراء في شهر مايو اللي فات، واللي نص على اعفاء الذهب من الجمارك للمصريين اللي جايين من بره، وده ساهم في دخول كميات كبيره جدا من الذهب مع المصريين اللي جايين من بره، وعمل توازن للسعر في السوق. والقرار ده المفروض ان هو هيستمر 6 شهور، يعني لحد اخر شهر 11 اللي جاي، وممكن بعدها يتجدد او لا، وده طبعا هيكون حسب قرار مجلس الوزراء بعدها. عشان كده هنسيبنا من النقطه دي وندخل في المهم على طول. سعر اوقيه الفضه عالميا متوقع باذن الله ان هو يطلع لفوق ببطء لحد ما يوصل لحد 24 دولار للاوقيه على اخر السنه، وان شاء الله هيكسر المنطقه دي ويطلع لمنطقه ال 28 دولار للاوقيه، والكلام ده هيكون في اول 3 شهور من سنه 2024، يعني زياده حوالي 22% في السعر العالمي للفضه قصاد الدولار. اما بالنسبه لسعر دولار الفضه عند التجار في مصر، فانا بتوقع ان هو يطلع من 44 جنيه لحد 50 جنيه للدولار الواحد، والكلام ده هيكون في خلال 6 شهور من دلوقتي، وفي الاغلب برضه هيكون في بدايه سنه 2024، يعني زياده حوالي 13.5% في سعر دولار الفضه قصاد الجنيه، يعني اجمالي زياده في سعر جرام الفضه في مصر حوالي 40% في خلال من 6 ل 9 شهور من دلوقتي، عشان يوصل سعر جرام الفضه عيار 999 في مصر من 32 جنيه للجرام لاكثر من 43 جنيه للجرام، والكلام ده من غير مصنعيه. وخلي بالك من الكلام، ملحوظتين مهمين جدا حابب اقولهم في الاخر بقى. اول حاجه ان مصنعيه الفضه عاليه جدا بالنسبه للسبائك الصغيره، وبتفضل تقل كل ما قررت انك تشتري سبائك اكبر في الوزن، فالفضه مش للمضاربه السريعه ابدا، لانك هتخسر لو قررت ان انت تضارب فيها في خلال وقت قصير. والحاجه الثانيه انك لو قررت تشتري حاليا، فاعمل حسابك انك هتشيل الفضه دي لمده ما تقلش عن 9 شهور، فلو عندك اي استثمار او مشروع واثق منه انه هيجيب لك العائد ده او اكتر منه في خلال الفتره دي، وفي ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي احنا بنعيشها في الوقت ده، توكل على الله واعملها طالما فيها فايده اكتر ليك. ولو حابين اعمل لكم فيديو تفصيلي عن المصنعيات وازاي تتفادى الخساره الكبيره اللي بتحصل في المصنعيه سواء حبيت تشتري او تبيع، فياريت تقولوا لي وتشاركوني بارائكم في الكومنتات. ولو اخطات في توقعاتي فده من نفسي، اما لو توفقت فده من عند ربنا، وربنا يكرمكم جميعا. لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا لكم، سلام.